خمس سنوات مرة مرت على ذكر الانقلاب الحوثي في 21 من سبتمبر 2014، اليوم المشؤوم الذي أحال حياة اليمنيين إلى موت محدق أو عذاب مقيم. ولعل الأمر كان أشد وأنكى على أبناء الساحل الغربي الذين تعرضوا وما زالوا لانتهاكات حوثية يومية أودت بحياة الآلاف من المدنيين، قياسا ب900 شخص لقوا حتفهم خلال 9 أشهر مضت، وذلك نتيجة القصف الحوثي المستمر. بينما تتحدث الإحصاءات عن 7000 من الجرحى وأكثر من 70,000 أسرة نزحت داخليا وخارجيا، وعن 54 مدنيا قضوا بسبب الألغام الحوثية، بينهم 20 طفلا، وذلك منذ يناير 2018، في حين تعرض 31 لإعاقات دائمة خلال الفترة ذاتها، ناهيك عن ضحايا 3 أعوام سبقتها. وبذات الشأن تقول التقارير الحقوقية إن 37 حقلا من الألغام الحوثية ما زالت مزروعة بالساحل الغربي تتهدد حياة 330,000 مدني، وتضع 140,000 أسرة أمام الخطر. هذه النكبة ألقت بظلالها على مستوى اليمن عامة وليس على صنعاء التي جرت فيها الأحداث. الساحل الغربي أيضا كان له نصيب وافر من هذه النكبة من خلال عشرات القتلى والجرحى الذين يسقطون بشكل شبه يومي في كافة مناطق الساحل الغربي والحديدة، إضافة إلى موجات النزوح التي تشكل الأعلى على مستوى اليمن من قبل هذه الميليشيا الكهنوتية الباغية التي تلجأ كلما تلقى الهزيمة إلى إيذاء السكان والانتقام منهم وممارسة أبشع الجرائم بحقهم. ومن جانب آخر، دمرت الميليشيا الحوثية خلال السنوات الماضية البنية التحتية للتعليم والصحة والاقتصاد في الساحل الغربي، ولعل استهدافها الممنهج لمستشفى 22 من مايو كبرى مستشفيات الحديدة ولمؤسسة إخوان ثابت أهم الشركات الإنتاجية في اليمن عموما والحديدة بشكل خاص لدليل واضح على إمعانها في تدمير مقدرات المحافظة، فضلا عن تقويضها لثقافة السلام المعهودة عن أبناء الساحل الغربي وتشويش عقول النشء والشباب. كان لنكبة 21 سبتمبر تداعيات خطيرة على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، وكذلك على مستوى السلم الاجتماعي وما أحدثته من انقسام خطير في المجتمع اليمني. على مستوى الساحل الغربي هنا غيرت من طبيعة وثقافة الناس المسالمة وأدت إلى انتشار ثقافة حمل الأسلحة وإطلاق النار في المجتمع معروف عنه الوداعة والسلم. تداعيات 5 سنوات من ذكرى الانقلاب الحوثي على البلد قضت تماما على مظاهر الحياة في الساحل الغربي وجعلت الجميع يسرب خلف قطارات الموت والجوع والتشريد والتنكيل على المدى القريب والبعيد. لم يسلم بيت أو شجر أو حجر في اليمن من جحيم الانقلاب الحوثي في سبتمبر من العام 2014، لكن الساحل الغربي كان الأكثر تضررا حيث حولته ميليشيا الحوثي إلى حقل كبير مزروع بالألغام وإلى فضاء تتراشقه الصواريخ والمقذوفات الحوثية التي تتساقط كل يوم على رؤوس المواطنين فتحيل العشرات منهم إلى عدم أو شبه عدم أسوأ من العدم ذاته. محمد المغاربي، اليمن اليوم، الساحل الغربي.